ومرة ثانية رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل في فقرتنا الأخيرة اللذيذة مع برنامجنا مع الشيف محمود سعد ملك المطبخ ومنى وإيمان والبتاو وجبنة القريش. يا محمود هنا جايبة بتاو وجبنة قريش وانتوا. بسلم عليكم طبعا وعلى الثلاث مذيعات الجمال اللي معايا النهاردة، إيمان ومنى وهبة، الحمد لله على سلامتك. وحشتينا النهاردة. فاكرين الأسبوع اللي فات لما هبة قالت لي في طلب عايزين الليزي كيك؟ أنا عملت النهاردة الليزي كيك لأن برضو طلبت مننا كتير يعني. يا فندم ده أنتوا تأمروا، أنتي وكل حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما يعرفوش يكذبوا في فقرتنا الجميلة في فقرة المطبخ، عاملين الليزي كيك جبنة بسكوت وشوكولاتة خام وكاكاو وزبدة، ودي بتتعمل على البارد ما بتطبخش. وتفاصيلها بسيطة قوي وزي ما انتم شايفين كده حاجة حلاوة الحلاوة. أيوه. يعني ينفع ناخد منها سلايز مثلا عشان المدارس، حلو، للأطفال، احنا للكبار. شوف علب كده رايحة وعلب جاية مليانة حاجات حلوة نخبيها من الأطفال يا ريت. أيوه. لأن هي أحلى إنها بصراحة. قالت لك هناكل ليزي بوي النهاردة. لا ليزي كيك ناكلها يعني واحنا قاعدين على الليزي بوي، ناكل ليزي كيك واحنا نايمين على الليزي بوي. طيب وكمان جبت حتة لحمة حمراء وعملنا المقلقل او المجلجل، ودي اكله شويه خليجي وبتتعمل في بعض الدول الخليجيه، وهي عباره عن ايه؟ هي عباره عن، بصوا الشكل، احنا طبعا عاملين مجهزين شويه، هي الموضوع كله وقصتها بتتلخص في حته دهون بتسيح يتحمر فيها شويه لحمه، وبعد ما تتحمر تحط عليها شويه ملح وفلفل. دي قصه المقلقل. بس احنا طبعا بنضيف له شويه اضافات لطيفه، وانا عامل النهارده حاطط بصل، في اللي بيحب يحط بصل، وانا حاطط بصل وفلفل الوان وشويه طماطم وعاملين يعني شويه لحمه. يعني المقلقل بطريقه الشيف محمود مش بالطريقه اللي هي التقليديه العاديه. وهتعجب الطاسه سخنه شويه. طاسه يا هبه طاقيتين في غمله واحده سخنه شويه. ايوه الحق بلاش خلاص عشان العفريت ما يطلعش. ايوه اهو نعمل كده. انت حاسس ايه جواها بتعذبك؟ ولا اي حاجه، احنا محتاجين طاسه بقى سخنه قويه جدا. يعني دي سخونه بس، يعني دي سخونه حاجه حطيتها جوه. عارفه الفانوس اللي بيتضايق كده تلاقي طلع منه شباك لبك؟ هو شويه الدخان عشان يصدم الدهون اللي هيحطها. صح بالظبط كده. طب ايه رايك نبدا نعمل الاكله الاولى والمقلقل او المجلجل؟ لحمه، تكون حته لحمه حمراء، وبنحتاج لها، اختاروا اي نوع دهون انتوا عايزينه، زبده او زيت او حته ليه خروف تسيح. مع بصلتين، قرنين فلفل الوان، وفصين ثوم مفرومين، وشويه طماطم مكعبات، البهارات بتاعتنا كمون ملح وفلفل اسود، شويه 7 بهارات، عصره ليمونه في الاخر بتحرك الامور كده، شويه رز ابيض للتقديم. فكرة في اجيال طالعه مش فاهمه اصلا ليه الخروف بيطبخ بيها، يعني في اجيال كامله ما تعرفش حاجه عن الموضوع. اوعدكم ماشي، عندنا الموضوع ده لان انا من عشاق ليه الخروف والطبخ بيها كويس والشطة. جدا عشاق الشطه. لا الشطه دي موضوع كبير، دي في اول الكتاب دي في اول الكتاب موضوع الشطه ده. امبارح كنت باكل مكرونه، المكرونه الصغيره دي عارفاها، المرمريه الصغيره دي بالطماطم، وكان جاي لي ليا صديق جايب لي شويه شطه اسواني، بشكره طبعا، طحنت منهم شويه حطيت شويه على المكرونه. ابراهيم؟ لا مدحت شوقي مش ابراهيم بتاع الزعتر بتاع شويه الشطه دول يا جماعه، هم اللي بيفتحوا النفس على الاكل. هي اساسا المكرونه عايزه حد يفتح نفسها يعني يمين. المكرونه طب عملتها ازاي يعني؟ عملتها هو شويه مكرونه صلصه وخلاص، والموضوع شويه شطه اتحط على وش المكرونه. اصل انا عملت المكرونه بطريقه جديده، حمرتها ايوه وبعدين سقيتها بالشوربه مستوى زي الرز كده. انا عملتها مبكبكه امبارح. دي جديدة؟ مش لا لا انا بسال والله، بقى دي جديده. انا انت عملت مبكبكه مره بالميتها كده وعملتها امبارح. صحيح مش ليا دي جديده خالص دي بقى. دي جديده لانج. ايه مش عارف المبكبكه؟ لا عارفها طبعا، عارفها طبعا. انا بضحك بس. هبو ده جاي عندكم؟ روح ليبيا ولا ايه؟ بروح ليبيا هتتكسوا. اول حاجه بتعملوها تحطوا مكعبين زبده في الطاسه اللي بتولع دي. ايوه خدي حاجتها وساتر واجري مننا بالموبايل، ونحط معلقتين زيت. انا خدت ساتر. خدت ساتر. ماشي يا ساتر يا ساتر. مش كان في اغنيه اسمها يا ساتر لحمائي تقريبا؟ مش عارف. لا شويه اللحمه. لا يا توفيق حاجه يا ساتر برضو كان في حاجه كده زي ما انتم شايفين كده. انا عايز اقول لكم ان الطريقه بتاعت ايمان في المكرونه اللي هي جديده لانج دي من احلى
انواع المكرونه المحمره انها تتسقي بالمرقه، بس مرقه ايه بقى؟ اللي موجود بقى اللي موجود بس لا. احلى مرقه للمكرونه دي مرقه البط. يا سلام، مرقه البط بتخلي الموضوع شويه مكرونه موضوع كبير قوي. وصلصه حمرا كمان ولا لا؟ من غير صلصه انت بتحمري المكرونه تبقى زي الرز كده. خش عليها بالوصفه. بجيب المكرونه اشوحها في شويه زبده كده، وبعد كده بعد ما تتحمر احط عليها المرقه تتشرب بقى المرقه وكله بالهنا والشفا. انا حاسه ان ايمان قلبت فاهيتا في الشاشه مع البخار. فاهيتا. لا انت عمل محمود عمل الجو قوي. محمود عمل حاجه كده وحطها في الفرن. في حاجه انت حطيتها في الفرن طاجن النهارده، يعني شوحت مكرونه او لسان عصفور او وات ايفر مش عارفه كده. كنا عاملين طاجن لسان عصفور او المكرونه نفسها، وعملنا طاجن مكرونه برضو. بس الطريقه بتاعه المكرونه المتحمره دي من اسهل الطرق والاطفال بيحبوها جدا. بس النفس بقى، النفس بقى. ايمان طبعا. طبعا طبعا ربنا ما يحرمناش من نفسها ولا نفسكم. وحبايبنا اللي بيتفرجوا علينا شايفين بقى اللحمه وهي بتتحمر ازاي. هذا روعه ريحه. بصوا الموضوع ابتدى. دي كندوز يا محمود لازم، دي حته لحمه كندوز. بس انت لو حابه تبقى ضاني ماشي مفيش مشكله. ضاني انا حابه. استخدام اللحمه الضاني حلو للي بيحبه. انا بحب بس عشان دي. علشان الاطفال دي عرق صح؟ دي حته لحمه وش فخده. وايه الفرق ما بين وش الفخده وظهر الفخده؟ ايه؟ وش الفخده اللي بتعمل منها مفهوش عروق، بتبقى حته وظهر الفخده ما فيهاش عروق. بس وش الفخده هي العجل ما بيستخدمش وش الفخده في حمله في قعدته وفي وقفته، بيستخدم الظهر. فظهر الفخده انسجتها قويه جدا. دي أيوة فيها انسجه. الله يامن. الله كملي. والله مبسوط منك. الفخده دي بقى بتاعت الاسكالوب وبتاعت الحمد لله على السلامه الشاوي وكده. كويس. حته الوش الفخده فعلا. بصوا ازاي المقلقل. عارفه ازاي؟ بصي مقلقل. ايوه دي دي موضوع كبير. موضوع مقلقل كبير قوي فعلا. هو مقلقل قلقل قلبي. خليكم انتوا كده مقلقلين علينا المواجع. كل مطبخ بحته الزبده. ان احنا لازم نقطع اللحمه عكس اتجاه النتيجه عشان ما تشدش. الكلام ده لو بتعملي حته ستيك. ليه بقى؟ عشان برضو احب اشرح الموضوع ده. المكعبات سهله خلاص اتقطعت. عرق الفليتو انسجته بالطول، هي عباره عن خيوط بالطول كامله. فانا ما ينفعش اخد حته بالعرض فانسجه تبقى بالطول. انا لما اقطعها حلقات الانسجه بتقل. أيوة زي صح. الربطه بتاعت أيوة. الحزمه بتاعت كنا واحنا صغيرين كده. الاتحاد وقوه عارفه. طيب يلا. يبقى بعد ما اتحمرت بالشكل العظيم ده بنحط شويه البصل. طب علمنا حاجه، ايه الفرق بين وش الفخده والسمانه؟ لا السمانه، ما هو الفخده فيها السمانه. السمانه دي الموزه. السمانه لا فوق. لحظه. السمانه جزء برضو ويمشي، مش موزه. السمانه بتبقى جزء كده عامل زي انا بشتريها على بعضها كده وبدخلها البطيخة. عارفه ازاي؟ وحته حلوه قوي وناعمه جدا برضو. بس ما ينفعش وينفع تعملي منها سكالوب، ينفع تعملي منها بوفتيك. هي بتنفع في كل حاجه. وينفع يتعمل منها كباب حله. بس حرام تتفرم، هي درجات. لا 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 عرق الفليتو رقم واحد. انت ايه في ايه؟ ما انا مستنيه اي حاجه تستوي. طب تعالي بصي. طب دلوقتي ولا ايه؟ بصي حطينا البصل وشويه من الحبهان. التركيز لما جعت. ورشه فلفل اسود. سبع بهارات. ورشه من الكمون صغيره قوي. كمون صغيره قوي. ورشه من السبع بهارات الجميله دي. الله وحطوا فص الثوم الحلو ده. ولسه ثوم كمان. فص واحد. ده فص واحد. ذمتك. وانتوا عارفين دي لمين؟ دي الشطه المحمود. عارفين دي اللي بتخلي ايام الشتاء، دي اللي بتخلي الغزاله رايقه وسقعت الشتاء. أيوة. تعدي. وبعدين تحطوا الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر كده والفلفل الاصفر. انا سافرت كتير يعني بس ما اكلتش مقلقل يعني، ما حدش قال لي يعني. النهارده هناكله لك، هنحقق لك هذه الامنيه. نشكرك يا محمود. هو اعتقد في من ورقه اللحمه بتاعتنا يعني. بالظبط. بس احنا ما بنحطش ايه ده؟ خضروات. ما تقولوش بقى فلفل حامي. طب لا لا ما حدش الجمهور هيغششنا. وهنقفل عليها وتعالوا ناخد الطماطم بتاعتنا ونعتبر ان احنا صبرنا على دي لمده تتراوح من 30
ل 40 دقيقة ل 45 عليا ب 50 خلاص. ونروح هنا كده زي ما انت شايفة الجمال والحلاوة بتاعت المقلقل. انا حطيت عود قرفة سليم خشب. وعود القرفة الخشب ده ما بيخليش الاكلة كلها ريحتها قرفة ولكن بيدي طعم خفيف جدا ونقدر نتخلص من ايدي بس بقى يا شيخ بس انا هتبرد سرقة مكعب لحمة. طيب ونحط شوية من الطماطم سرقة عارف حلال فيك اللي بيتعمل فيك من مين؟ مننا لا ماشي يا شيخ بالهنا بالهنا. بص شوية الطماطم الحلوين دول ونكون محضرين شوية من الرز الأبيض وتعالوا بقى إيه نسيب دي كده لمدة 5 دقايق قبل التقديم لأن أنا ما أحبش إن الطماطم تتسبك كتير. قالت لي حلال فيك اللي اعترفت. أيوه طيب ومشاهدة الجمهور عليك أهو ماشي. ونشيل ده بقى عشان مطرح وتوابل ونبدأ نعمل الليزي كيك بناءً على طلب مشاهدتنا الجمال. هتعايرني 6 أشهر قدام ماشي. طيب بتعملي إيه بقى؟ بتجيبي بسكوت القمح الكامل او بسكوت عادي خلاص بتاع الشاي وكوبايه بندق محمص دي اختياري دي بنزين بيها في وانا نصيحتي شاي بسكوت عادي بتاع الشاي لان دي كويس. بتاعت زمان قوي. ايوه هتجيبي كوبايه سكر خلاص ونص كوبايه كاكاو ونص كوبايه زبده وكوبايه من شوكولاته المطبخ تكون متكسره كده ومتقطعه ونص كوبايه من الحليب المكثف. طيب يا شيف محمود لو ما توفرش الحليب المكثف نعمل ايه؟ ما مش مخلياني على بعضي أنا؟ تاخد حاجات من هنا وملفة من ورايا وماشي انا مش عارف هي خدت البندق ولا عامل ايه راحت فين؟ خدت بسكوته لزميلتي كده كده انت اتغيرت على لا لا ما اقدرش الفلوس غيرتك فلوسي بس صلى على النبي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام تضحك قلت الفلوس طيب دي بقى اللي لا لا الحمد لله احنا مبسوطين وشغالين اهو. نحط بقى هنا شوكولاتة المطبخ ونحط معاها الزبدة وندخلها الميكرويف كوباية شوكولاتة على كوباية من الزبدة ونقدر نقلل نسبة الزبدة حسب الاختيار. لو احنا بنسخن الشوكولاتة في الميكرويف ما تحطوهاش لوحدها لانها بتتحرق الاشعة في الميكرويف بتحرق الشوكولاتة. دخلوها مع الزبدة لحد ما تلين وهنقلبها مع بعض واحدة واحدة. هنا بنحط الكاكاو بتاعنا خلاص ونحط كمان السكر او ممكن زي زمان خالص حمام بخار ميه نسيح عليه الشوكولاته بالظبط. ما لو مفيش مايكرويف نحط حله ميه. عارفين احنا لو رجعنا زي زمان في كل حاجه والله المناخ هيتعدل لوحده وبوله يعني ازاز وصحتنا هتتعدل ايوه كل حاجه نبطل تكنولوجي الزياده دي نرجع زي الفل والمناخ يبوسنا ويحبنا وصحتنا هتتعدل فعلا. كنا بنشتري الزبادي في سلاطين فخار والحلاوه في اكياس ورق ورق سيلوفان كده واللحمه في اكياس ورق الزبادي في البيت الزبادي بس التاني بقى بتاع اللي هو الطازه ده والله يعني كانت نرجع لشيف محمود نرجع لايام زمان يا رب. حطينا الكاكاو حطينا نص كوبايه من الحليب المكثف وحطينا السكر والكاكاو وبعدين نطمن على الشوكولاته بتاعتنا بالزبده نعمل كده ونحاول ان احنا نقلبها تقليب كويس نكمل ان هي تسيح اكتر صح؟ لحد ما نضمن ان الشوكولاته ساحت بشكل كامل مع الزبده زي ما فين اللبن في الموضوع؟ مفيش لبن في حليب مكثف ده ده يكفي فعلا كسيوله يعني وانا بقى ما بحطش لبن لما كنت بعمل براونيز احنا دي ما بتحطلهاش لبن خالص. انا كل اللي طالبه منك انك تستخدمي الشوكولاته الخام مع الزبده لو انت مش متوفر عندك هي الزبده سايحه لو مش متوفر عندك الحليب المكثف حطي 3 معالق من اللبن البودره مع الكاكاو شيلي 3 معالق كاكاو وحطي 3 معالق من اللبن البودره هيبقى طعمها حلو وهتنفش كل حاجه من غير لبن لا هي ما بتنفش ده انا هتتفاجئي دلوقتي هي دي بقى لا هي ما بتنفش اصلا مش عارف هي منى مش عارفاها استني طيب هنفاجئك دلوقتي دي الليزي كيك 2022 اوكي بتاعت زمان كنا بنجيب الكاكاو واللبن ويتسخنوا مع بعض ومعلقه نشا يعني كل حاجه كانت شايفه ازاي بيبقى فيها نشا فعلا زمان كده خلطنا ده ناخد البسكوت ونكسر 4 أرباع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما تكسروش البسكوت بشكل كامل انتوا عشوائي كده او عشوائي لان ده بيدي شكل حلو قوي بعد ما الـ 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 تتصب في القالب بتاعها هي مجرد ان هي نسيبها تبرد بره يعني هي لا بتدخل فرن ولا محتاجين ندخلها ثلاجه نسبه الشوكولاته الخام مع نسبه الزبده بتخليها تتماسك صح. حتى بيبقى صعب عليا جدا ان انا اخليها
تتماسك. ما تحطش عليها علبه قشطه كده ولا حاجه؟ لا انتوا بقى انتوا بقى كده اللي في حياتي. لا لبن مكثف بقى الحلاوه. بصي الحلاوه يعني الشوكولاته خام. لبن مكثف نحط لبن بودره معاها. هنده مني طلبتها تعمل وزنه يعني. في ناس بتحط لها بيض يا شيف محمود. بتحط لها ايه؟ بيض. ما هي ما بتسخنش. ليه؟ لحظه انا مش مقتنع بيها. انا قريت مقادير البتاع دي قبل كده. حط ايه البيض؟ بيضايه. انا مش مقتنع لان هي بتتعمل على البارد. على البارد مفيهاش دقيق اصلا. زي تشيز كيك برضو ما بتخشش بقى نار خالص. سيبهم لي سيبهم لي. يلا سيبوها انا عايزه حي. خش عليهم خش عليهم يا هبه. سيبوها انا عايزه حي. انت برضو على فكره يعني مغير فيها شويه برضو مش بس شكلها تطلع حلو. بصي في الاخر اهو انا مش مغير يعني انا في الاخر مش عايزه احط بيض ني فيها. انا الله يمسيها بالخير. وبعدين كانت جاذبيه بنت عمي هي اللي تعملها لي. بصي بقى ما شاء الله. طيب احنا شاطره فيها بنحييها والله جاذبيه. احنا اصحاب هبه. عملنا دي وكبسناها عملنا دي وكبسناها كويس جدا 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 وخدنا كل ده وكبسناها كويس وغلفناها بالورق الاسترتش ده وتعالوا اوريكم شكلها لما تطلع علشان نبدا نوريكم الموضوع شكله عامل ازاي. ادي البورد الخشب بتاعتنا الايه كانت بتعملها هي رشوه. مش هقول ليه اهو. وادي القالب ازاي كده قعدت في الثلاجه. قعدت في انا دخلتها الثلاجه شويه. نحطها كده وبعدين سلام عليك يا محمود. ونشيل الجزء ده بس كده اهو. دي جميله انها ما فيهاش بيض كده. شلنا الجزء الكبير ده وبعدين تعالوا بقى اتفرجوا على الجمال ان احنا يا خبر ابيض نقطع السلايزات والسلايز يبقى شكله قطع البسكوت بالشكل الرائع ده. دي شبه الحاجات اللي الاولاد بيشتروها برده في اكياس والكلام ده ممكن ياخدوها في المدرسه. يبقى وفرنا بند جدا 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 اللي عنده ثلاث اولاد وعاملاها في البيت. عارفه انت عاملاها ازاي؟ نظافه وشوف محمود. ايوه انا اسفه. ايه انا ظلمتك. ايه اللي حصل؟ طالعه زي اللي انا اعرفها واحلى كمان. بالهنا بالهنا والشفا. انا اسفه. لا محمود بيعمل حاجه بطريقته هو الفنان. عارفين هي جامده ليه عليا على ايدي؟ جامده علشان انا دخلتها الثلاجه. مش المفروض ان ندخلها الثلاجه. طب هي تماسكت كده ازاي؟ نسبه الزبده لما بتسقع مع شوكولاته المطبخ الموضوع بيبقى كبير جدا. سلامي. تعالوا بقى نشوف المقلقل ايه. وصلنا المقلقل فظيع. لفين؟ لا لا مش كل ده. ايه دوقي بس دوقي. بتحبيني ولا ايه؟ شكرا يا حبيبي كده. فكركم بالمقادير تاني. مقادير الليزي كيك. باكو بسكوت كبير كده من بتاع الشاي ارخص نوع. ليه ارخص نوع؟ لانه احلى نوع صدقوني والله. كلنا عارفين اللي بنعمل منه. كنا بنعمل منه التشيز كيك الارضيه بتاعت التشيز كيك وبناكل منه مع البسكوت مع الشاي بلبن. وصناعه مصريه حلوه قوي وريحته حلوه جدا. خلاص وبعد ما نجيبه نجيب كوبايه الزبده. ممكن نقلل الزبده شويه ونحط عليها قالب الشوكولاته في المطبخ يسيحوا شويه على حمام بخار او على في الميكرويف. وبعدين نحط الكاكاو مع سكر مع الحليب المكثف. وقلنا لو مش هنحط حليب مكثف نرفع 3 معالق من الكاكاو ونحط مكانهم 3 معالق لبن بودره وبيدونا الطعم الحلو اللي انتوا شفتوه ده. بنقلب الخليط ده كله مع البسكوت المتكسر ونصبه في قالب سيليكون او يكون فيه ستريتش عشان نقدر نقطعه ونفتحه بالطريقه الحلوه دي ونقطعه سلايزات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المقلقل بقى الجميل ده نجيب له الطبق بتاعه فين اهو و حلوه ونعمل كده حلوه ونجيب بوله ازاز. طب انت دقت الجبنه القريش يا شيف محمود؟ الايه؟ الجبنه القريش دقتها؟ دقتها. ايه رايك فيها؟ دي حلوه جدا بس ليا اعتراض صغير عليها. دي الجبنه القريش دي عليها زعتر. مش اعتراض اضافه بس يعني انا جابت الجبنه قريش دلع خالص حلوه عليها شويه زيت زيتون شويه زعتر ولمسه صغيره من البابريكا عشان تصحصح وتبقى حلوه. عيدان البصل الاخضر مش هقول تشايفز هو عيدان البصل الاخضر بالبلدي حلوه جدا تتقطع تتفرم وتتخلط على حته الجبنه دي مع معلقه طحينه لازم يتجوز ممكن اضيف لازم وسنه لا لازم ايه انا بقول انا بحب دي تحفه. فاضل 3 دقايق انا احط نعناع قدامك 3 دقايق انا لو هضيف هضيف نعناع وبقدونس دقيقه واحده بقدونس احط انا برج الطور حلو. انا عامله بحاول يعني مش عامله بحاول اعمل ريجيم البصل الاخضر مفيد جدا على فكره. بصي حطينا ريجيم مع البتاو ده كله حطينا البول ماشي سامحيني ده دوره على فكره ريجيم البتاو ريجيم بتاو
استروا عليا. ده جديد ده. تسكت وتطلع كده. الرجيم البتاوي ده جديد. ده عيش ده رز بسمتي؟ ده شويه رز بسمتي، كل اللي عملته ان انا ضفت معلقه واحده من زيت الزيتون ومعلقه صغيره من الملح، وكل كوبايه منه خدت كوبايه ونص من الميه. الميه اللي بتغلي وسبته على نار متوسطه لحد ما استوى. واجي على طبق التقديم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جايلي اوردرات على الموبايل بتاعي. يلا يلا انت، انا مش همشيكي النهارده غير ومعاكي شويه حلوين. بصوا البوله جوه البوله فعملت عشان تعمل فجوه تحط فيها الحاجات الفورمه اللي شكلها حلو دي. بصوا الاثنين هنا بقى جنب بعض. الله يا محمود. انا عايز اقول ان احنا عاملين اكله معظم البيوت في مصر بيعملوها. بس المقلقل ده جديد علينا بالتقريب. والله الكلمه هي اللي جديده. لا الطبخه شويه لحمه بيعملوها بس ما يعرفوش اسمها. شويه لحمه محمره بالبصل والطماطم. الذوق العربي في الاكل متقارب، يعني اللحمه بالتوابل بالمرقه بالحاجات دي. في وقت خلص شيف محمود للاسف. الوقت نفس التوقيت كده. انا بكروتك بسرعه عشان ما تحسش ان كروتيني كروتيني. شكرا يا شيف محمود. تسلم ايدك. تسلم ايديك. تسلم ايديكم مشاهدينا الكرام. بكره ان شاء الله يوم جديد وخير جديد وحلقه جديده من الستات كده بعد كده. ايوه ما عرفوش يكذبوا. سلام عليكم. وعليكم السلام.